قبل الفاصل كنا في المحطة الثالثة من الخوف، وهي فكرة الخوف من المنافسة. حضرتك نازل بالعمل وقدامك الاختيار اثنين، في كريم عبد العزيز واحمد مكي، وهجمة مرتدة احمد عز وهند صبري ومنى زكي واحمد السقا وامير كرارة. يعني لا، كان في انا كنت فرحان جدا جدا بشكل السيزون السنه اللي فاتت، ما كنتش قلقان طبعا، جوايا كان في قلق، بس احنا كنا في منطقه تانية. انتوا بتراهن على ايه؟ على تيم قوي جدا جدا، تيم قوي 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 معاك، اساتذه يعني لا فيش ده ممكن تقراه من اي حد، عايز تقراه من اول استاذ نبيل حلفاوي، استاذ خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي، حنان مطاوع، عايز تقراه من الناحيه الثانيه، انا موافق وانت لازم توافق، لان كل دول ممثلين جامدين قوي قوي. فانت بتراهن على ده، على ورق جامد قوي، على مخرج موهوب ودؤوب بشكل غير عادي، على شركه انتاج موفره لك بجد اي حاجه انت عايزها. فكان كل عناصر تقريبا النجاح اللي تديك الحد الادنى موجوده، وكل ما حد بيعمل حاجه انت بتبني فوق الحد الادنى ده. فانت على الاقل هتاخد شير محترم من التورته الرمضانيه زي ما بيقولوا، او من الماراثون الرمضاني. حقق ما كنت تتوقعه ولا اكتر ولا اقل؟ لا، اكتر مما كنت اتوقع الحمد لله. يعني ده بجد؟ ده بجد على مستوى النقاد وعلى مستوى الجماهير الاثنين، لان الجماهير فاجئتنا، لان احنا كان انا التخوف بقى، لو انت عايز تخوف اللي كان عندي، ان هو موضوع دسم في وسط اللي بيحصل. كويس، فهل الناس هتلتفت في رمضان في الوقت الضيق جدا ده للموضوع ده، ولا هتأجله، هتحترمه جدا وهتأجله لبعد رمضان؟ ده اللي كان التخوف اللي عندي. الناس فاجئتنا مفاجأة غير عادية، ان لا، الناس كانت متابعة، وكم اتصالات اللي جه كان مخيف بالنسبة لي، من اسماء ضخمة جدا جدا مهتمية بتكلمك مرة واثنين علشان توصل لك رأيها، وجمل خطيرة بقى، يعني جمل عناوين زي مثلا انتوا اديتونا امل ان لسه في امل، من سيناريست عظيم مثلا، واخد بالك؟ فانت تقف وتتخض، وكلنا اتخضينا، وفجأة حصل حالة هلع عندنا. المخرج بعد كان مقفل ساعتها حوالي 7 أو 8 حلقات، رجع فتحهم تاني، بيتفرج عليهم في المونتاج تاني، وبيحاول يظبط، يعمل تجويد اكتر، يجود اكتر، لان الحلقة عملت رد فعل كبير جدا جدا. فهنا كانت مفاجأة كبيرة من الناس، من النقاد والصناع، ومن الجمهور بقى على السوشيال ميديا. كان حدث غريب جدا، يعني كم التعليقات انا ما حصلش قبل كده في اي عمل بالشكل ده، بالزخم ده، بالكميه، بالاتفاق. يعني ما كانش في حد ولا حد قال كلمه غير التاني، يعني ما حدش اختلف. فدي الحاله اللي عملتها، فهنا الجمهور فاجئنا، وبشكره بجد، لان ساعات انت بتخاف منه وهو بيقول لك لا انت بس، يعني والله انا تمام، انت قدم لي بس عمل كويس وعمل جيد جدا وانا هقف جنبك جدا. يعني حكايه الناس عايزه كده، دي كدبه، كدبه كبيره خالص. كدبه اكبر كبيرة. دليل على فكره موكب المومياوات، يا ساتر، ال100 مليون قاعدين بيسمعوا اوركسترا، يا سلام. بالظبط، انا فرحت فرح يوميها. قعدوا يقول لك نوع المزيكا، على فكره مش ضد اي نوع مزيكا بالمناسبه يعني، بس قعدوا يقول لك على لون معين من الوان الموسيقى، يعني ان الناس عايزه كده. بس فجاه الزمن وقف وشفنا هذا المشهد الحضاري، وال100 مليون قاعدين مستمتعين وهما بيسمعوا اوركسترا. مش الناس عايزه كده، بس انا على فكره ضد، يعني انت دبلوماسي وبتقول انت مش ضد مزيكا معينه، لا، انا ضد انواع مزيكا كتير النهارده بتاذي الذوق العام. انا ممكن ابقى ضد الكلمه، يعني ضد الكلمه، لان المزيكا مزيكا في الاخر. لا هي اصل دي مش مزيكا، بس هي محسوبه، لكن بتاذي الذوق العام بجد يعني. ولكن زي ما انت قلت، المشهد الحضاري ده انت بتقدم له لغه كمان مش فاهمها، لغه فرعوني حاسه بالظبط كده، انا شغلتها فوق ال100 مره علشان اسمعها. ابتديت اشك يعني في الترنيمه نفسها، يعني فيها سر ما يعني. بالظبط كده يعني، فاهم؟ وشكل الاوركسترا يفرح، ونوع المزيكا يفرح، والناس استمتعت بيها قد ايه. ده بالظبط الحاله اللي لازم تسود،
زي ام كلثوم كده زمان كان بيسمعها اي حد، واحمد شوقي اللي كاتب. وانت ممكن انا وانت نتوقف عند جمله الفصحة. اه بالظبط كده، نتوقف عند جمله ونحاول نفهمها لانه برضو ده شعر. احنا ممكن نعمل حلقه على الاطلال لوحدها. اه طبعا مثلا يعني فاهم، والناس كانت حافظاها. ده اللي كان عمل ارتقاء في الذوق العام، هو ده دور الفن. طيب ما هو في الناحيه الثانيه يقول لك ما انا مهمتي ان انا اشاور على المشاكل اللي عندي. ما هو ده المجتمع، المجتمع انا مش جايب حاجه من بره، انا جايب من قلب المجتمع. طيب يعني نتكلم عن الواقعي، انهي واقعي؟ واقعية صلاح عبد الصبور ولا ما رضيتش اقول كلمه واقعيه اللي قلتها ولا واقعيه عاطف الطيب؟ نقل الواقع حتى لازم يبقى بصوره فنيه مش بقبح فني، ده الاختلاف الكبير جدا. انقل الواقع بصوره فنيه علشان اوجد حلول او اعرض مشاكل. يعني مثلا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها قوي في نقل الواقع مثلا كان فيلم اريد حلا. اه طبعا. وده غير قانون. عظمه عظمه. غير قانون، احنا شفنا قد ايه ست ممكن تتبهدل في المحاكم، وحتى شكل المحاكم اتنقلت بشكل فني، واخد بالك؟ في الاخر ده غير قانون. المشهد بتاع العظيمه امينه رزق مع فاتن حمامه علشان المعاش. تمام؟ ده دور الفن. يعني الرايه البيضاء مثلا اسامه انور عكاشه واستاذ محمد فاضل. حاجات كتيره جدا الفن فعلا اثر بشكل ايجابي. ولكن لما تسمع النهارده مزيكا بالشكل الوحش قوي اللي موجود النهارده في الشارع ده عمرها ما هتاثر بشكل ايجابي، لانها مش هتحسن الذوق، بالعكس هي بتفسد الذوق.